له حتى لا يتزوج ولإفساد حياته. ماشي غير الشيخ تاك على طول كده حط الإرام النقر وتشم وتمسك فمه وتضربها. أعوذ بالله. كانت دائمة الشجار معي ومع أمي. ها؟ ولما انتفاع بالأمي وتضربها وتعاير أخويا بمرضه الكبير وتمسك أخويا التاني برضه. وتعاير أخويا الكبير صبح بمرضه. وتمسك في أخويا الكبير وتمسك في طلحة الله يرحمه دايما. وتمسك في جوزها. وفي شهود بالكلام اللي بقيت تقول له كلام ألفاظ وحشة تشتم أمي بالله ألفاظ أحبة سيادتك وتغلط فيا. وسيادتك انا اتجوزت الثالثه برضك مش عايزه تسيبها في حالها. قلت لها وانت لازقه. اتجوزت كم مره؟ دي الثالثه اللي معايا. واتجوزت الثالثه برضه مش عايزه تسيبها في حالها؟ وعلى طول تغلط فيها وترش ميه قدام الباب. وعلى طول تغلط فيها وترش ميه قدام. ميه ايه؟ ميه عاديه ولا ميه اعمال ولا ايه؟ ميه حمار كده تاخد بالك قدام الباب. قدام الباب سيادتك وتخرب بيتها ودايما تكسر علينا الباب وتغلط فينا. ودايما انا سيادتك كل ما بعملها انت عايزه مني ايه؟ كل ما تخلينا في واحده تعيش لك في البيت. وجيت سيادتك اخر مره سيادتك اتصلت الريس لقيت اخويا قاعد فوق كل حاجه وفوق كل حاجه كنا متغديين مع بعض. كانت هي سابحه الغدو كانت جايه فانا قاعد انا واخويا مع بعضنا كنا اتغدينا هو كان في شقته. فلقيتها عماله تشتم وتقول له لامك المفناتك واخوك التعبان ومراتك كذا وقعدت تغلط وتقول الفاظ احبه. فانا خبطت عليه وقلت له يا اخويا بعد اذنك عايزك في كلمه لو سمحت. قال لي عايز ايه؟ قلت له عايزك بعد اذنك تعالى اقعد معايا في الاتاري في شقتي عايزك في كلمه لانك الزوجيه ما كانتش موجوده مراتي ما كانتش موجوده كانت عند اهلها لانها بتفرش دم على طول وبيجي لها نزيف. والكلام ده فيه رئيس بتقول ان مراتي تعبانه وطرحت عند اهلها وهي حامل في 3 شهور ونص أو 4 شهور في ابني. وابني عنده مرض عنده كذا عمليه في القلب وستك عاملها فتح قلب ابني اللي موجود الطفل ده. وسيادتك انا لما خبطت على الباب بتاع اخويا طلعوا لي قلت له عايزك بعد اذنك على كلمتين على جنب. قلت له ينفع مراتك تقول كذا كذا وما رضاش يطلع من الشقه وقف لي على الباب. قال لي عايزك. قلت له عايزك. جه طالع لي على السلم قعدنا على السلم بره جنب بعض. انا قعدت وقعدت جنبي قلت له ينفع ان مراتك تغلط في امك وتقول لها كلام احب الشكل ده وتمسك في امك كذا مره وتضربها وامك ما ترضاش الا عشان خاطر احنا ما نجيش لبعض مش عيب كده احنا ما لناش الا بعض وامك مش هتجيبنا تاني يا ابني وامك تعبت على مربطنا وانا جوزت كذا مره ونفسي اخليك لي ذريه وعايز اعيش زي بقيه الناس. انا مش عارف اعيش خالص نفسي اتجوز واستقر كل ما اجي اروح تشوفني عفريت معاها ومراتك عايزه تقول لي اوعدك ان مفيش واحده هتعيش لك ولازم انا اخلي واحد فيكم يخلص عشان خاطر انا اللي هكوش على ده كله. بعد النقاش ده ايه اللي حصل بقى؟ اختصر عشان احنا قام جاي سيادتك راحت النهارده فرح جابت قالت لي انت هتسيبه يتكلم معاك كده قام قايل لي شتمتك عشان انت جاي بتكلم اقول عن ايه شتمتك